يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتعود الإنسان على قيام الليل مع العلم أنه حريص على ذلك ولكنه يكسل أحيانا ويفطر؟ أي نعم، يعود نفسه ويقوم ولو كانت نفسه كارهة يقوم، يعزم عليها ويقوم. في أول الأمر تكون كارهة، ثم في آخر الأمر تعتاد وتتلذذ وتتطلع إلى القيام. إذا جاء وقته تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم.